هي مؤسسة الثانوية. الحاج محمد جوزة للحاجة هو الساعد الأيمن لإله. وطبعا كان يشجعها، يعني كان واضح جدا انه هو يعمل ويفتخر بوجود زوجته على رأس الإدارة. شجعت المدراء المدارس السنوية الأخرى والمدارس الرسمية على التمثل فيها. رفعت من شأن ومن سمعة مدرسة رسمية للبنات في مدينة صور. هذه المرأة تتعاطى مع المدرسة وكأنها مدرستها الخاصة، يعني بمعنى أنها بعقلية القطاع الخاص تعمل في قطاع عام. وصل عدد الطالبات عند الحاجة مريم للفوق 1300 تلميذة بأعمار، يعني كلنا بنعرف قديش المسؤولية تحملهم قديش هي. في نظرية أنا بعتبرها غلط بقولوا المدرسة هي عبارة عن مدير، لا، المدرسة هي عبارة عن مدير ومعاونيه ومساعديه. مديرة ناجحة تشدد إداريا وتعليميا. في نظريات كتير غلط وفي مفاهيم كتير غلط إنه المدير ما لازم حدا يشوفه إلا على موعد. لا، أنا بيبي ما بيتسكر. ما تقبل إنه يعني تدخل أي طالبة إلى مدرستها دون اختبار مسبق. بينقال عننا عندنا قوانين صارمة بالمدرسة، لا، نحن بالمدرسة منطبق النظام الداخلي للثانويات الرسمية. هناك إدارة يعني تلزمهم ببذل الجهود في تحصيل العلم وفي تحصيل الدراسة. وإنتوا بتعرفوا ليش قاصدين هالمدرسة، مرات من مطارح بعيدة، مرات في حد منكم مدرسة، بس إنتوا بتكون هاي المدرسة. هذا الخيار إلو قيمة، وهذا الخيار بحملكم مسؤولية. إنتوا مختارين هالمدرسة النموذجية لتكونوا تلميذات نموذجيات. هالمسؤولية المسلكية اللي بتحملوها وعملكم إياها من أول يوم دراسة. أما المسؤولية العلمية والتعلمية فرح نحكي عنها فيما بعد. كنت تلميذ بثانوية البنات من السابع لصف الترمينال، مضيت هون هالفترة كلها، وبعدين كمان هلأ رجعت معلمة كيمياء على نفس المدرسة. أكيد بتذكر كتير إشياء وقتها كنت تلميذة. وهلأ بقول لتلاميذي اللي بعلمهم إنه أحلى أيام عشتها حقيقة لحد هلأ هي الأيام اللي مضيتها بهيدي الثانوية. يعني أنا ببالي على طول في هرم هو اللي كان سبب بهذا الشعور عندي، اللي هو الإدارة اللي كانت بعتبرها حكيمة، واللي كان عندها حتى بحس هذا الحنان الحازم إنه كيف الأم بتخاف على بناتها وبتخاف عليهم لدرجة إنه ما بدها يغلطوا، ما بدها حدا يأذيهم، وبدها إياهم يكونوا يعني أحلى ظروف ينعموا فيها. أنا كتير قريبة للطالبات، أنا بفوت لعند الطلاب، كل طلاب الترمينال خاصة لأنه عمالي يتركوا المدرسة، بالأسبوع مرة بعطيهم ساعة بصحح لهم فيها بعض المفاهيم الخطأ خاصة، وبرتكز للقرآن، مفاهيم قرآنية خطأ بصححها
واكثر من هيك بقول لهم انتوا لسان حالي لما بدو ينحكى برا، مثل قضايا الزواج وقضايا مثلا نظره القران لبني اسرائيل وقضايا المراه ونظره المجتمع للمراه كثير بنصححها هذه ان شاء الله، والطلاب يتجاوبوا يعني يتجاوبوا حول هذه المواضيع الحياتيه اللي بتمس حياتهم. كثير نهتم نحن بالأمور الثقافية، وشو بدنا أكثر ثقافة من إنه واحد يطالب بحريته، يطالب بكرامته، هذا دور المقاومة. فنحن من منظار تربوي نحكي عن المقاومة وتثبيت أفكار المقاومة بأذهان طلابنا. هلا الشيء اللي عم نندع عليه اللي هو الاهتمام بتاريخ سور بكل صراحة، ونحن رح نطلب اجتماع خاص من رئيس البلدية. تاريخ سور كتير منيح يندرس بس ما ينفصل عن حاضرها ولا عن مستقبلها. التاريخ إذا بدوش يكون بخدمة الحاضر والمستقبل شو له قيمة؟ نحن ما نحكي عن تاريخ سور منيح، سور علمت الحرف وعلمت كتير منيح، بس كمان نحن بس بدك تحكي عن سور فيكش إلا ما تذكر السيد عبد الحسين شرف الدين. هلا هذا بيعرفش بيعجبش بعض الدول مبلا، ليش بدوش يعجبهم؟ إذا السيد عبد الحسين قاوم الاستعمار يعني عم يطلب الحرية، هذا موضوع حضاري. إذا بدنا نحكي عن سور ما فيك تحكي عن سور ما تجيبش سيرة السيد موسى. يعني قعدنا بالجلسة كلها بدنا نذكر السيد موسى، أن السيد موسى عمل شغله وغير بمدينة سور واعتبرها عن جد، وهذا الكلام لإله حاضر لجبل عام. بالإضافة للتاريخ الفينيقي ما عندنا مشكلة فيه، بس ما بدنا هذا التاريخ الفينيقي يلغي هذا التاريخ المقاوم. المقاومة مش شيء يعني بغيض، المقاومة طلب الحرية، المقاومة شيء حضارة. ولا بس بدي أقول السيد عبد الحسين شرف الدين والسيد موسى الصدر، المقاومة الحالية. الله يكون معها، لأنه مش بس عم تعلم هالبنات وغيرت وجه التعليم الرسمي، إنما هي مرأة تعتبر مثال المرأة اللي ساهمت مثل ما قلنا بتغيير صورة التعليم الرسمي. زوجها وأبنائها اللي كانوا بشكله معها أسرة نموذجية، سواء على مستوى الجدية في الحياة وتحمل المسؤولية، أو على مستوى الثقافة والتعليم، أو على مستوى التضحيات. أنا وزوجي زملاء وتعرفنا عليه بالمدرسة، يعني لما نتزوجنا ما كنت مديرة مدرسة، بعدين هو اللي سعى. كان في مرسوم لثانوية بنات بمدينة سور ونايم هذا المرسوم، كتير اشتغل لحتى لي مش الحال. وبالوقت ثانوية البنات بالمراسيم بالأصل لازم يكون مديرتها ست، ما كان حدا يحس بهالعلاقة هون بالمدرسة. هذه العلاقة الزوجية كانت بالبيت، بس بالمدرسة كان أستاذ ومديرة. كان عندنا هيك مثل يعني مسار ماشيين عليه، ونحن يعني بالحياة منتساعد بكل جوانبها سواء كان بالبيت أو بالمدرسة. إيه، وربينا عائلة مؤلفة من ست أولاد. علي كان صغير البيت، وكان عنده هيك مكانة خاصة من صغره،
وكان يعني سبحان الله كان كتير هيك عنده، كانوا كتير وديع كتير هادي كتير حريص إنه ما يزعل حدا، وكان عنده تفوق، كان عنده تفوق لما نقدم بريفي جاب درجة بالامتحانات، وبالمدرسة كنت لما نروح لأسأل عنه يعني كان بمدرسة المصطفى يعملوا لقاءات للأهل، فهونيك يقولوا لي لشو بتجي بتسأل منو ما انت بتعرفي، قلت لهم ايه أنا بعرف وبسمع منكم هذا الحكي وهو بيكون عم يسمع هو بيمصد، أنا بس كرمال هيك جيد. لما اجى خي علي حسيت انه هذا فراغ رح يمتلي، صار عندي خي صبي لما كبر شوي كنا نلعب فوتبول بقلب البيت، كنا ياما نكسر مزهريه ونكسر مرايه. زكريا كمان هالسنه خلص اجازه الكيمياء عم بيعلم بالتعاقد بالثانويه عنا. هني كتير كانوا يحبوا مهنة التعليم بس بينوا إلهم لا، يعني الشيء اللي ما قدرت أنا حققه لي، يعني أنا كان بودي أعمل اختصاص بس الوضع المادي لبي ما ساعد، فمشان هيك أنا حابة أولادي يعملوا هيك اختصاصات. بس وصلنا لعند إيمان وضحى، أنا قلت له أنا خلص يعني بكفي اثنين خلي هول يعملوا رغباتهم. ضحى فاتت على التعليم الثانوي. لا il faut trouver la constante. Alors je remplace x par 0. Alors la solution particulière. هو إيمان هلا عم تعلم بالتعليم الجامعي لان كمان هي بطبيعة الحال كفت بفرنسا، يعني الزواج سهل، تزوجت وكان زوجها كمان عم بيكمل دراسته بفرنسا فهي درست وهلا اجت عم تعلم بالجامعة. كوثر كفت اختصاص الطب بالأطفال بالجامعة الأمريكية وهلا هي بتشتغل بأكثر من مستشفى يعني، وزوجها برضه طبيب عيون. سندتنا كلنا، إذا بدي أحكي أنا على سعيدة كنت عم بعمل اختصاص واختصاص فرعي وزواج، وعطول عطول تجرب قد ما فيها تساعدنا لحتى نقدر نوفق نحن ببيوتنا بين شغلنا وبين بيتنا. الكبيرة زينب عملت صيدلي برضو، عندها صيدلية بالنبطية وساكنة هونيك بالمنطقة النبطية. نحن كنا بهالبيت وكان في تركيز على كثير من القرى هون، يعني بدير قانون كان في تركيز بالحلوسية القرى اللي حواليها، ونهارها بدير قانون راح 3 شهداء بضربة واحدة ومنهم واحد قرابطنا يعني ابن عمه للحاج، فقام الحاج قال لي خذي هالولاد ونزلي على سور بسور بتخيي قاعدين بالبنايه اللي حد الدفاع المدني. ألح علي امتى نزلت اول يوم، تاني يوم هو كمان نزل، كان ابني علي عم يلعب مع قرايبيننا يعني هونيك شوي، قالوا لنا يلا ما ننزل على الملجا، ما ننزل على الملجا، بدنا ننزل على الملجا، عيط له بيو علي تعفط على الملجا، فقام قال رفقاته كان يوما نهار أحد التنين إذا بقينا طيبين بنكفي اللعب. طلع علي لي عيط لي، وهل بهاللحظات صار هذا الانفجار.
وهي الكلمة كتير أثرت برفقاته، طبعا أثرت فينا، إنه كان يعني ليكي وين الطفل اللي عمره 15 سنة إنه عم بفكر إنه إذا بقينا طيبين للتنان من كف اللعب. وعيت لبعد 8 أيام وعيت وما قالوا لي إنه شو صار. كمان كانت حالتي صعبة يعني، وأنا قعدت بغيبوبة هالقدي أسبوع. بقيت لطلعت من المستشفى. من وين عرفت؟ نحن طالعين من المستشفى على البيت، سهري كان ماخذ بيت بالجبال، دغري نحن وطالعين لاقي أني ناس قرايبيننا كمان طالعين. عرفت ليش طالعين؟ إنه بهالوقت بدهم يخبروا. وصلنا على البيت، بس أني كان هيك قلبي كان خلص، قلبي دليلي. أني طلعت بزكريا، لقيت زكريا كتير ضعفان وهيك، دغري عرفت يعني. فوقت ما إجوا بدهم يحكوا قلت لهم آمين عرفت. قالوا من وين عرفتي؟ قلت لهم أنا بس شفت زكريا. استشهد خيي، أنا حسيت أنه حصير في فراغ كبير في جزء أنا وياه يعني. كان أنا وقت استشهد كان عمري 17 سنة، حسيت في شهر 14